قول وانا حليته بس ما صححتوش عشان انا مش لاقيه الانسرز. مش لاقي الانسرز، ممكن تكون القطه كلتها. لا والله قلبت عليا الكتاب ما لقيتهاش. طب ازاي ده؟ هنا كل حاجه كده مترتب قوي، انت حظك وحش قوي. الراجل بيقول لي اكسرسايز كذا كذا كذا، انسرز بيج 242. لو احنا رجعنا البيج 242 هنا كده، تعالى بسرعه يا 242، فين 242؟ اي 243، ادي يا ست اهي، ادي الانسرز اهي. ده خد بالك الكتاب ده، ادي يا ست اهي ديكشن ايديومز اند ريجستر بيج 68. تعالى نتاكد هي دي فعلا 68 ولا الناس دي بتالف وبتهرتل. فين 68؟ لا نيجي تاني، ننزل تاني على 68، تعالي يا 68، اي 68 يا ست، اي خد. لا ده كل حاجه احنا ماشيين بترتيب جامد قوي، خد بالك. انت وانا فاكر الصراحة ما بصيتش على التايتل، انا كنت سايبة الكتاب مفتوح على الصفحة اللي في بدايتها الهومور. معلش معلش، عشان انا كنت حاجه كتير زمان ان البنت العاقله الراسيه ما يجيلهاش بالهراسيه، صح كده؟ طيب طيب في حد سيف رياض عبد الرحمن خالد عمل الهوم ورك، عنده اسئله؟ انا عندي سؤال في كويشن نمبر 3، عايز اعرف بس الصح بتاعها، و كويشن نمبر 2 بس في الصفحة الثانية. طب انت عايز السؤال ده؟ طيب هنا الراجل جاب لي كي ويردز مشهوره جدا، او اسف كلمتين يعني مش ايديمز مشهوره قوي، اللي هي illicit بالاي واللاسد بالاي. اللاسد بالاي يعني illegal، واللاسد بالاي بالاي يعني to provide information، اقدم معلومات. وهي دي المشكله. حلو قوي، تعالى يا ريس نقرا من اول زي ما اتعلمنا. قال لي no change، هقرا من اول السنتنس بالراحه. The smell can. السميل دي ما ينفعش اقول له بقى illicit A ولا B، صح كده؟ السميل هقول له غير قانونيه illegal. انا عايز verb، يبقى هقول له illicit ولا illicit reactions that ranges from، ولا illicit reactions ranging from. سهل اهو، هقول له بقى C، مظبوط كده؟ illicit reactions that range from، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فاهم حاجة؟ فاهم يا مستر. وهتكون مش فاهم وتقول أنا فاهم. لا لا فاهم. طيب إيه الأسئلة التانية؟ في الصفحة التانية question number two. ماشي ده؟ أوه. طيب تعالى برضو، قال لي يا سيف تعالى نقرا من أول السنتنس no change. قال لي the good news however is that both researchers and film buffs are working. انا بقول لك هنا ايه ال good news is that both researchers and film buffs are working to revive and preserve the movies that still exist، ولا restore ولا regulate ولا relieve. انت بقى تختار ايه يا ريس هنا؟ اخترت الريفايف الصراحة. اخترت ايه؟ ريفايف، ريفايف عشان بيرجع الموفيز تاني. انا كمان مستر اخترتها. ايه طيب تعال نكمل كده. طب قبلها بيقول لي هنا ايه؟ معلش. طيب بيقول لي هنا that still exist in addition. ما انت خد بالك، انت هنا هتحتار، انت فعلا هتحتار، هتختار ريفايف ولا ريستور ولا ريجوليت. طبعا اول حاجه هتقول ريليف، دي غلط. ريليف يعني سهل حاجه، يعني اسويج، غلط، صح كده؟ مظبوط. فانا هقرا كده بعدها عشان افهم. In addition new archives are being established to house these films. انا عملت، ركز معايا، ارشيف علشان ان انا احتفظ بالحاجه دي، يبقى انا اقول له ريستور، مش اقول له بقى ريفايف.
انا بقول لك ايه to house، يعني to house كاني بعمل لها بيت، كاني بحتفظ بيها، كاني بحميها، مظبوط كده؟ بس مش ريفايف زي الاسطورة مصر، بس يعني فورمال اكتر. لا لا لا، مش مش فورمال هنا، هنا مش فورمال انفورمال خالص، هنا ده كوريكت ايديوم. ايه المعنى مظبوط؟ هنا مفيش هنا انفورمال وفورمال وتو فورمال وسلانج، مفيش الكلام ده هنا معايا؟ اه مع حضرتك. طيب في اسئله ثانيه هنا؟ هو ممكن question 5253. عينيا يا دكتوره مواد، يا خبر ابيض. 52 ده؟ اه. طيب بولي وود از لايت، يعني وود از لايت؟ ها يعني خفيف، صح كده؟ سو اتس سوتابل. ده دي وان، انا اسف جدا، انا الف وانا اسف معلش. طيب بيقول لي هقرا من اول، هاويفر وود از كلابتشرز ار فارنبل. طبعا فارنبل دي كلمه صعبه، دي واحده من اهم 10 كلمات، ذا موست 10 important words in SAT، واحدة من أهم 10 كلمات في تاريخ امتحان الـ SAT منذ إنشائه عام 1926. كلمة vulnerable، ما فيش امتحان ما فيش كلمة vulnerable. vulnerable يعني إيه؟ vulnerable يعني sustainable، مش كده؟ يعني exposed to be harmful، يعني معرضة للهجوم أو النقد أو الهلاك، مظبوط كده يا شباب؟ انا بقول لك wood sculptures are vulnerable to decay. انا بقول خد بالك، انا بقول لك to decay يعني تتعفن، يبقى لازم اقول له answer is A. برافو كده يا مواد، ده سؤال صعب فعلا، ده سؤال ايه صعب، لازم اقول له دي معرضه للهلاك، ان هي ممكن ايه تبوظ او تتعفن، decay، يبقى answer is A. لكن الكلمه دي كلمه صعبه جدا جدا وغير معروفه. vulnerable equals A susceptible equals A susceptible. اقول تاني مستر، ممكن السؤال اللي تحتي؟ حاضر، بس عايزين بس نقول، بس نشوف مواد فهمت ولا ما فهمتش. اه تمام فهمت. لازم احفظ كلمه ايه، لازم احفظ كلمه vulnerable، لان كلمه مهمه جدا جدا، مش تلاقي المدرسين كمان حافظينها كلمه صعبه شويه، لازم احفظ الكلمه دي. طيب انت عايز سؤال بعديه يا عبد الرحمن؟ طيب بيقول هنا ايه، as a result they much less often than sculptures، يعني اكتر من ايه، much less as اقل من ايه sculptures، يبقى اقول له يعني بقى هنا ايه، مش هنج اقول له ايه، طبعا مش هتقول له بقى hang around ولا دراي، هتقوله سيرفايف، عايز كلام فورمال. سي سؤال سهل اهو، ده صعب فعلا. فاهم حاجه عبد الرحمن؟ مستر هو ايه السكالبرز ده؟ سكالبتشرز يعني اللي هي زي الحاجات اللي بتتنحت، تعرف الناس النحاتين؟ اه بيعملوا تماثيل ويقعدوا يسجدوا لها كده ويعبدوها من دون الله. اه اه هم دول سكالبتشرز. اه تمام تمام فهمت. طب ليه مش دي مثلا؟ وهم قاعدين بيعملوا تماثيل. ليه مش دي يا مستر؟ ليه مش دي؟ هي اه ستي اكستاند، ده كلام كلام انفورمال. هو لا يعني لازم يبقى فورمال صح؟ لازم يبقى فورمال. مش احنا خدنا الكلام ده المره اللي فاتت؟ ايوه ايوه. ولا ما خدناهوش؟ نخش يا شباب على السنتنسز والفراجمنت. بس انا عندي كمان سؤال، عندي كويشن فور برضو اللي هو ده. اه حاضر عينيا، ما قلتليش. بيقول لي but researchers، الناس الباحثين دولك، have little idea، have ايه؟ little idea of how the totem pole tradition accumulated ولا encroached ولا devolved ولا amplified. لازم اقول طبعا ديفولف، اتطورت ازاي الحاجه دي، اتطورت
مش اقول له زي الحاجه دي اكيد مش اتجمعت ولا انكروتشد احطنا بيها ولا امبليفايد يعني اتكبرت. يقول لك ازاي الحاجه دي اتطورت ديفولد، صح كده؟ اه بس هو بيتكلم على تراديشن صح؟ البولو تراديشن ده. اه طب ازاي التراديشن بيتطور يعني؟ عبر الوقت. ماشي تمام. During the time. تمام. ولا برضو مش فاهم دي؟ قول لي عادي مفيش مشكلة. لا فهمت. تمام. بس أنا كويس جيتوا بتذاكروا 100 100 أهو، أنتوا اتغيرتوا كتير والتقدير هيخسركم كتير، التقدير إيه؟ هيخسرنا كتير. طيب ماشي. طبعا ده درس مهم جدا جدا جدا، بيمثل اهم درس في التيست اللي هو تشابتر 6 وتشابتر اي ثينك 7، بالظبط زي في الرايتنج زي في الريدنج 5 و 6 هناك. ثانيه واحده بس اصب الشاي واجي لكم، ثانيه واحده عشان الميه ولعت. هنا درس مهم جدا جدا يا شباب، وطبعا الدرس اللي بنسمع فيه هبد كتير من مدرسين كتير. يقول لك ازاي تعرف دي سنتنس ولا فراجمنت؟ يقول لك السنتنس بتبدا بسبجكت وفيرب، والفراجمنت طبعا الكلام ده كلام بنسبه 99% كوريكت، لكن في سنتنس ممكن تكون فيها سبجكت وفيرب وتكون فراجمنت لانها مش مفهومه. You can't understand it, awkward, it's ambiguous. بنقول عليها دي ايه؟ بنقول عليها فراجمنت. تعال نجرب هنا. الراجل بيقول لي لويس أرمسترونج was one of the greatest jazz musicians of the 20th century. لو انت قريت السنتنس وفهمتها هتبقى سنتنس. بيقول لك لويس أرمسترونج ده واحد من اعظم موسيقي الجاز او البنزين في القرن العشرين. I think you understand it. يبقى دي ايه؟ يبقى دي سنتنس. حد مش فاهم دي كده يا شباب؟ لا مستر تمام. طيب جه بعديها قال لي he was one of the greatest jazz musicians of the 20th century. في طلبه اول ما لها كلمه he يقول لك دي فيج دي كده فراجمنت. طبعا الكلام ده غلط، سبجكت وفيرب عادي واندرستود مفهومه. بيقول لك هو واحد من اعظم يعني موسيقى الجاز في القرن العشرين، صح كده يا موده؟ يبقى دي سنتنس. برافو موده. فاهم حاجه يا موده؟ طب هي سنتنس ليه هو بيقول هي، هو ما قالش مين هي ده؟ يعني لو انا عندي باراجراف او عندي باسج هبقى انا فاهم يعني it refers to whom. الكلام ده راجع لمين يا مواد؟ انا مثلا بتكلم على لويس ارمسترونج، فانا كده understand he represents لويس ارمسترونج. فهماني يا مواد ولا مش فهماني؟ اه فاهمه حضرتك. مدرسه يا مواد، مدرسه بتربي وتعلم. طب نخش على السنتنس اللي بعدها يا شباب. انا هسيبك بقى تحل عشان فينا عندي 18 sentences. عندي كام؟ 18 sentences. انا هدي لك 1 minute تقول لي sentence دي sentence ولا fragment. اتفضل. طيب انا شايف حد جاوب هنا فراجمنت. برافو. طب حد يعرف؟ برافو عليك، هي فراجمنت فعلا. حد يعرف يقول لي هي ليه دي فراجمنت؟ عشان ما قالش يا مصر هو بيعمل ايه؟ ها؟ عشان ما قالش هو بيعمل ايه؟ لا مش كده.
لا انا عايزك بقى تبقى راجل واضح وفاهم، عشان زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لما تيجي تشتغل اس اي تي او اس تي مع حد، مع مدرس يقول لك الراجل ده عارف بيعمل ايه. ها حد يعرف يقول لي ليه هنا دي فراجمنت؟ ان مستر اللي هو اللي قبل الكومه ده فهو اكسترا، فهو المفروض يحط كومه تاني ويكمل السنتس، انما مدرسه هو ما كملوش. مدرسه بتربي وتعلم. قال لي حبيبي لويس حبيبي ارمسترونج وعمل كومه، انا لما اعمل كومه بعد السبجكت لازم اجيب كومه تانيه قبل الفيرب، اعمل حاجه اسمها نون اسينشال كلوز، ودي هناخدها بالتفصيل الممل عشان دي حاجه مهمه جدا جدا في الامتحان. يبقى لما اقول لك لويس ارمسترونج كومه ما ينفعش احط 1 كوما بين السبجكت والفيرب، ده اسمه رونج جرامر، يبقى اسمها فراجمنت. حد فاهم يا شباب ولا اقول تاني؟ طيب نعرف نحل كويشن نمبر 4 او سنتنس 4. يلا اتفضلوا شوف بقى، دي سنتنس ولا فراجمنت؟ طيب عبد الرحمن قال لي دي فراجمنت، انا عايز اعرف ليه. وسيف رياض قال لي فراجمنت. مواد فين مواد؟ برافو مواد، مواد قالت دي فراجمنت عشان الراجل بدا بسب اورنت كده. يعني ايه سب اورنت؟ قالت لي سب اورنت يعني فولوينج، يعني زي هو ويتش هوم، صح كده؟ قالت لي زي after before although despite، قالت لي الحاجات دي، ده 16 words بتخلي sentence fragment. قلت لها يعني اي sentence بتبدا بsubordinate بتبقى fragment؟ قالت لي لا اقف هنا، الحته دي مفيش حد يقولها لك خالص. قلت لها ليه يعني؟ هو سر. قالت لي في بعض sentences، بس دي حاجه نادره جدا جدا في اللغه الانجليزيه، لما بتبدا بsubordinate بتكون مش fragment، ودي حالة من الحالات النادرة جدا 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 في امتحان الـ SAT اللي جت مرتين، مرة في امتحان مايو 2017 نورث أمريكا question number 5 بدأ السنتنس بكلمة word، ومرة تانية في مارس 2018 نورث أمريكا question number 38 بدأ بوين، ودي حاجة صعبة جدا جدا، ولا الطلبة المدرسين مش عارفينها قوي غير بقى الناس المتمكنة قوي في اللغة الإنجليزية، ماشي كده؟ لكن لما نقول sentence بدأت بsubordinate بنقول 99% fragment. نخش على 5. برافو برافو مواد، الراجل صحح هنا الحته اللي هنا دي، هو هنا كان عامل كومه ما كملهاش. هنا بص جه السبجكت لويس ارمسترونج ده سبجكت، قال لي هو بدا بكومه وجي قبل الفيرب، خد بالك، وهنا قال لي واز برضو عادي ما فيش مشكله، جينا قال لي واز تاني ده المين فيرب، عايز اقول لي لويس ارمسترونج واز، يبقى يا ريس ده كل بتوين تو سنتنسز تو كوماز قال لي از نون اسينشال، حاجه مش مهمه. يبقى لويس ارمسترونج واز ا فوكاليست از ويل از ترامبت بلاير، يبقى دي سنتنس. دكاتره دكاتره مش باشمهندسين. يلا يا شباب اتفضلوا بقى سنتنس بعد كده. سنتنس 6 دي فراجمنت ولا سنتنس؟ تمام سنتنس. اجي بقول لي خد بالك احنا عندنا مصيبه في السنتنس زي كده، بنعرف ان الطالب ده فاهم انجليزي ولا بيعرفش انجليزي خالص. ازاي؟ يقول لك توداي كوما، يقول لك فين الكوما الثانيه يا مستر؟ تقول له الكوما الثانيه ايه؟ يقول لك مش الراجل جاب كوما لازم يحط كوما ثانيه، ويقعد يجعر كده. يا حاج يا حاج هي توداي دي سبجكت؟ يقول لك امال دي ايه؟ تقول له توداي دي فريز دي ادفيرب، يقول لك لا انا بصراحه ماليش في القصه دي خالص، كمل شرح. يبقى today دي ايه؟ مش subject. Today the adverb of phrase هقول له he is considered one of the greatest jazz musicians of the 20th century، هقول له دي sentence. برافو برافو يا شباب. انا شايفكم شطار قوي بصراحه. شايفكم شطار زياده عن اللزوم، ودي حاجه تقلق، دي حاجه ايه؟
حاجة تقلق. برافو عبد الرحمن خالد. طيب هنا بيقول لي he is وقال لي however between the commas I can delete it he is considered برضو هي دي sentence. برافو برافو يا شباب. خش بقى اللي بعدها اتفضل. sentence 8 دكاترة. برافو عبد الرحمن خالد برضو. فين مودة؟ برافو مودة. لا دكتورة يا مودة. دكتورة دكتورة. أمال الحاج سيف رياض فين؟ غزال الليل. He is now considered one of the greatest jazz musicians of the 20th century. قول لي he is now considered. قال يا عم دي سنتنس طبعا. برافو عليك. خش يا باشا على سنتنس 9 وحللها لي وقول لي دي ايه بقى وايه وحد كده يظبط لي الشرح بتاعها عشان اشوف ده فاهم ولا لسه انسان. ده مش هقول. طيب تمام. قال لي because of the virtuous trumpet skills. لو وقف لحد هنا دي كده تبقى فراجمنت، لكن عمل كومة وجاب لي بعديها كومبليت ثوت يبقى يا ريس دي سنتنس. خد بالك احنا السنتنس بنقول عليها في الايه؟ في البنكتيوشن ايه؟ اندبندنت. والفراجمنت بنقول عليها ايه؟ ديبندنت. خدتوا المعلومه دي قبل كده يا شباب؟ السنتنس بنقول عليها اندبندنت والفراجمنت بنقول عليها ايه؟ ديبندنت. حد عنده فيها حد مش فاهم دي؟ sentence 10 مستر هو في 9 لو ما حطش الكوما هتبقى فراجمنت؟ لو ما حطش الكوما طبعا تبقى رونج طبعا. يبقى كده فراجمنت. تمام. طيب هنا دي بيقول لي although مع انه he was one of the most precious trumpet players of his generation. بالرغم من انه احسن واحد ترامبت في الجيل بتاعه لكن ما فهمتش حاجه. وبعدين طبعا انا ما فهمتش وما خدتش انفورميشن دي اسمها فراجمنت او بنسميها في البنكتويشن ديبندنت. يعني عايز سنتنس تفهمها لي. خش يا باشا على السنتنس اللي بعدها. مستر عندي سؤال. اتفضل. هو الاسئله دي انا هستفيد بيها في الاي اس تي؟ يعني بتيجي اسئله ازاي؟ يعني هيتقل. مش بقول لك هتتقل عشان تاخد شغل نظيف. تمام. ده فيلم كبير. ما هقول بيسكس ليه؟ ركز معايا ركز معايا في السؤال ده حلو قوي. الطالب اللي مش فاهم بيسكس كويس قوي او مثلا زمان كان في مدرسين بيروحوا يعملوا كده البيسكس في 3 حصص فتقول له يا عم انت قلت للطالب. فالطالب طبعا يقعد لحد جريد 12 قاعد بيلون يقول لك بؤبؤ سيمي كولون كوما ويتش كوما هيتش بينج كارابانتس حلولي. يا عم انت بتحل ازاي يا ابني؟ يقول لك اصل المستر قال لي مش عارف. يا ابني ده البيسكس ده فيلم. لانك انت لو فاهم بيسكس كويس قوي كده لازم تحل اي سؤال صح. الامتحان عباره عن تجميع لاسئله البيسكس مش اختراع يعني. ايوه تمام.
يبقى انا لو مش فاهم بيسكس هقعد الون لحد ايه جريد 12. الانسر دي ليه يا حاج حوده؟ يقول لك ايه، الله على علم علمك بقى، انا توجع على دماغي. انت فاهمني؟ انا بقول لك ميني بيبل كونسيدرينج، ركز معايا، اقول لك كونسيدرينج دي لازم تقول لي دي فراجمنت. ليه؟ لان كونسيدرينج از نوت ا فيرب، كونسيدرينج ان اي ان جي از ا جيرند. يبقى هنا ما عنديش مين فيرب، ما بقتش سنتنس، بقت فراجمنت. تمام كده يا شباب؟ نخش على السنتنس. ما انت عبد الرحمن يا خالد، لما انت المدرس كنت شغال معاه ما تاكوش الحاجات دي؟ وبص هو انا اخدت الكورس ده من بتاع مثلا 6 7 شهور، فانا مش فاكر بقى شكل خالص. لا ما انا خلصت البيجنر بقى، فقعدت بقى يعني ما بعملش اي حاجه. طيب مش كده يعني. وانت في مدرسه فيكتوريا كولج اللي في المعادي برضو زي مريم؟ ايوه. لسه المدرسه لسه مستوى كويس قوي زي الاول ولا باظت؟ يا زي الزفت الصراحه. طبعا اصلا كان جواه مستوى كويس عشان تبوظ. انا بهزر معاك يا حاج، بالظبط. ده عربيه كبده يا حاج، ده عربيه كبده. والله عربيه كبده فعلا. يا خبر ازرق، انا مش عارف الناس بتدفع فلوس المدرسه دي ازاي. خش يا ريس على كويشن، على تيست، على سنتنس نمبر 12. قال لي many of them consider him، لا دي sentence يا حاج. many consider him برضه sentence. many of whom، ركز معايا، الراجل لما قال انا بيقول لك many of whom يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها fragment. ركز معايا، لما اقول لك many of whom دي اسمها fragment. هنا بيقول لي having shown an unusual gift from ايه؟ تخضطيني. هي many of whom fragment ليه؟ عشان ده اسمه سب اوردنت. هوم دي سب اوردنت، هوم سب اوردنت. مش هنقول السب اوردنت 99% بيخلي المعنى اوكورد ومش مفهوم، وانا مش عارف بتكلم عن مين، فالسنتس تبقى فراجمنت. صح ولا غلط؟ صح. مش انا قلت البنت اللي على الراسيه لازم يجي لها بالهلاسيه. طب اللي بعدها بيقول لي هنا يا دكتوره موده، قال لي having shown an unusual gift for music early in his childhood comma Louis Armstrong comma who was born. لازم تكون fragment طبعا، لان جاب لي subject وحط كوما ما حطش كوما تاني. يبقى هنا يا ريس 15 is fragment. حد فاهم دي يا شباب؟ حد فاهم؟ طيب حل كده 16. انا فهمتك دي اهو، شوف بقى 16 هو صح الوضع ولا الوضع لسه منيل بينا زي 15. ركزوا معايا يا شباب، بيقول لي having shown unusual gift for music early وعمل كوما. السنتنس دي كده لحد كده، لحد كده دي fragment وديبندنت. عمل كوما قال لي لويس ارمسترونج كوما. خد بالك في طلب مخها في رحله بيفكر ان ده نون اسينشال. يا عم السبجكت مش نون اسينشال، مفيش حاجه اسمها سبجكت يكون نون اسينشال. هو واز بورن ان نيو اورليانز، هو ده نون اسينشال هو. وجاب لي فيرب وينت، بقت اندبندنت، بقت سنتنس. صح كده؟ حد مش فاهم دي؟ مصر مش فاهم برضو. تاني تاني بالراحه.
بالراحه دايما يا سيف، تقرا من اول السنتنس عشان تفهم. Having shown an unusual gift for music early in his childhood. بعمل كوما. كوريت لحد كده دي فراجمنت اسمها ديبندنت، لازم اجيب بعدها اندبندنت عشان افهمها. قال لي لويس ارمسترونج ده سبجكت. جه بعديها جاب كوما يبقى هيجيب نون اسينشال. Who was born in New Orleans in August 4, 1901. اللي هو اتولد في نيو اورليانز في 4 أغسطس 1901، وحط كوما تانية يبقى دي اسمها نون اسينشال. ده بالسبجكت لويس ارمسترونج ده، فين الفيرب الخاص بيه؟ went. عايز اقول لويس ارمسترونج went on to become one of the greatest jazz musicians of the 20th century. يبقى دي بقت سنتنس اهي، سبجكت وفيرب كومبليت ثوت سنتنس. اقول تاني؟ لا تمام يا مستر. خش يا باشا على اللي بعدها شوف انت فهمت ولا ما فهمتش. Moreover, Armstrong, who spent much of his early life in poverty. يبقى هي دي رئيس non-essential هاي. عايز يقول طبعا moreover ده مش subject, the adverb. صح كده؟ The phrase. Armstrong went on to become. يبقى دي sentence. Nicknamed Statue Louis Armstrong, who was born in New Orleans on August 4, 1901, grew up to become one of the greatest jazz musicians of the 20th century and perhaps one of the greatest musicians of all time. طبعا دي sentence, complete story. تمام. تعال بقى يا ريس نشوف يا ريس. ادي يا ريس السؤال بيجي لك كده في الامتحان. سواء كان في SAT ركز معايا او EACT او الاكت. حد فيكم يا شباب معاه ورقه وقلم علشان يكتب ورايا السيفن رولز اللي اقولهم دولك؟ مهمين جدا جدا، هيقعدوا معاك لحد جريد 12. ممكن كل واحد يكتب او يفتح فايل يكتب على اللابتوب عادي، او يجيب ورقه وقلم ويكتب السيفن رولز دي ويحفظهم زي اسمه، عشان لو انت ما حفظتهمش يا حاج هتقعد تلون في سؤال البانكتشويشن لحد اخر جريد 12. مش تبقى عارف الرولز. كله جاهز؟ يا رب. كله جاهز يا شباب؟ والحزن ده. اه مثلا جاهز. تمام. ركز معايا يا ريس. احنا عندنا في البانكتويشن 7 جنرال رولز. اول رول بتقول لي، اول رول ديبندنت، رول نمبر 1 اكتب 1 ديبندنت اهي كوما اندبندنت. يبقى اول رول بتقول لي ايه؟ ديبندنت كوما اندبندنت، دي اول رول. يبقى انا لو لقيت ديبندنت سنتنس يعني فراجمنت لازم احط بعديها كوما، ولازم اجيب بعديها سنتنس يعني اندبندنت عشان تبقى كلير وواضحه وافهمها. في حد عنده مشكله في الرول دي؟ لا تمام. رول نمبر 2 العكس بقى، اندبندنت كاما ديبندنت. يعني لو جبت اندبندنت سنتنس وجيت بعد الاندبندنت اللي هي كومبليت ثوت او السنتنس او الستاند الون سنتنس،
حطيت كاما لازم اجيب بعديها ديبندنت. طب لو جبت اندبندنت ثانيه اسمها ران اون سنتنس او حاجه اسمها كاما سبلايس وهناخدها دلوقتي حالا. تمام كده؟ يبقى السكند رول بتقول لي ايه؟ رول نمبر 2 بتقول لي ايه؟ اندبندنت كاما ديبندنت. بعد كده يا شباب رول نمبر 3 حاجه اسمها اندبندنت بيريد اندبندنت. اندبندنت بيريد اندبندنت ديت اندبندنت سنتنس واندبندنت سنتنس بحط بيريد عشان اجمع عشان اربط بين. في رول نمبر 4 اسمها اندبندنت سيمي كولن اندبندنت. عشان كده بنقول لو لقينا بيريد وسيمي كولن والكلام ده ما اتغيرش not changed وهنا not changed يبقى الاثنين equal يبقى الاثنين غلط. يعني ما عنديش two correct answers. والكلام ده ما بيحصلش في امتحان الاكت وهنا اريكا جايبه الكلام ماشي جدا مع امتحان الاكت تريك ما بتجيش في الاس اي تي والاي سي تي لكن جت في الاكت والطلبه بتجاوبها غلط لان الطلبه بتبقى حافظه مش فاهمه. تاني لقيت independent period independent وعندي rule number 4 بتقول لي independent semicolon independent independent semicolon independent. كله يا شباب بيكتب ورايا. طبعا ابو فاجئ بعد فتره ان طلبه كتير ما بتكتبش حاجه واخد العمليه انفلونزا وفاكر ان هو هيجي كده يحل صح ومش عارف ايه وبعد مثلا يقعد كده يلف على 15 مليون مدرس ويقول لك في الاخر انا ما جبتش سكور. ما انت يا حاج انت ما جبتش حاجه خالص اصلا تاخد العمليه هبل في الجبل. اقول تاني؟ لا تمام مستر. تمام رول نمبر 5 بتقول لي اندبندنت كاما فان بويز اندبندنت. رول نمبر 5 بتقول لي ايه؟ اندبندنت كاما فان بويز اندبندنت. حد فيكم مش عارف يعني فان بويز يا شباب؟ رول نمبر 6 دي مهمه جدا جدا. كوما فان بويز بعد كده كوما اندبندنت. اندبندنت كوما فان بويز اندبندنت. انت عارف يعني فان بويز يا سيف؟ طيب رول نمبر 6 ونمبر 7 احنا هناخدهم دلوقتي ونكتبهم لكن احنا هنشتغل عليهم ان شاء الله باذن الله في تشابتر 11 و 12 او 11 كمان 11. ايه رول نمبر 6 دي؟ ناس كتير ما بتقولهاش. اندبندنت كولن اكسبلينيشن او ليست. تاني جبت اندبندنت سنتنس حطيت كولن نقطتين فوق بعض بجيب بعديها ليست بعمل ليست او بعمل اكسبلينيشن للبريفيوس سنتنس. طب رول نمبر 7 قال لي بعمل اندبندنت دي مهمه جدا 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 اندبندنت داش ليست او اكسبلينيشن. يعني برضو الداش equals column. الداش equals ايه؟ equals a column. rule number 6 number 7 كده كده احنا هنقولهم تاني ونشرحهم تاني بالتفصيل ان شاء الله لما نشتغل في topic 11. تعال بقى نحل الكويشن ده ونطبق عليه الفايف رولز الاوليين. كله ركز معايا. كله مركز معايا يا شباب؟ معاك يا مستر. سؤال البونكتويشن اول ما بلقى في امتحان الـ SAT أو الـ ACT أو الـ ACT امتحان الدول الأمريكية بلقى period و semicolon و comma و colon و dash بعرف إن ده سؤال punctuation. أول حاجة بحل سؤال الـ punctuation إزاي؟ بكون حافظ الـ 7 rules في دماغي. أول بتقول لي أول ما لقى change لازم أقرأ من أول الـ sentence. أي jazz bands and scholars now anonymously consider him one of the greatest jazz musicians of the 20th century. بقول في ناس كتير من معجبين الفاز واساتذه الجاز والبنزين بيعتبروا الراجل ده واحد من اعظم الموسيقيين في القرن العشرين. حلو كده؟ السنت دي لاجم عليها كده واجي هنا. اسال نفسي سؤال دي ديبندنت ولا اندبندنت؟ هتقولي طبعا دي اندبندنت دي سنتنس كومبليت انا فهمتها اهو كلام جميل جدا. قال لي many consider him to be among the greatest jazz musicians of all time. في ناس تانية كتير بتعتبر واحد من أعظم موسيقى الجاز في القرن العشرين في كل الأوقات. دي برضو أنا فهمتها اسمها اسمها independent.
عندي independent وعندي independent وعمل كوما بينهم. مفيش rule في العالم بتقول independent comma independent. دي اسمها comma splice. دي splice يعني flaw أو error. يعني فينا في غلطة comma. يبقى is wrong. حد مش فاهم لحد هنا؟ لا تمام مستر. حلو. جي عمل هنا independent وعمل هنا independent وكمل two sentences. خد بالك عشان انت هتقابلك مشكلة كبيرة من مدرسين كلهم يقول لك المعلومة دي. يقول لك أول ما يجيب لك subject to verb وsubject to verb لازم يحط بينهم. لا يا حاج مش شرط. ما أنا ممكن أقول لك he says he is كذا مش هحط حاجة. بعد he says ما احطش حاجة. طب ما هي دي subject to verb وhe is subject to verb. لكن ده مش complete sentence وcomplete thought one sentence. ودي غلطة كبيرة من مدرسين كتير. حلو قوي. يبقى أنا هنا عندي هنا إيه؟ ليه بي incorrect؟ إنه جاب لي complete thought. جاب لي إيه؟ complete thought إيه؟ وجاب لي complete thought وما حطش أي punctuation. بنسميها long. اسمها إيه في الإنجليش؟ اسمها run on sentence. sentence أجل بتجري ولا sentence كده ومفيش أي ضابط ولا أي إيه ولا أي punctuation يعني ضابط. بيظبط السنتنس وإيه وفهمها وفهمين للسنتنس. فمعنى كده إن بي is incorrect. طيب. في مدرسين كتير بيقولوا الطلبة أول ما تلقى period وسيمي كولن تشيل الاثنين مع بعض. كان ده صح إذا ما قلت في امتحان الـ SAT. لكن في الـ active والـ SAT كان ده غير صحيح لأنه ممكن يعمل لك تريك. إيه التريك دي؟ أنا إمتى بشيل الـ period والسيمي كولن مع بعض؟ لما يكون الكلام قبلها equal وبعدها equal. يعني إيه؟ هنا قال لي century وهنا قال لي century. كلام جميل جدا. هنا قال لي many consider وهنا قال لي many considering. لا يا رجل سنة مش equal. يبقى ما ينفعش الاثنين يبقى equal. لو هنا قال لي many consider تاني كان لازم اشيل البيريود مع السيمي كولن. لكن قال لي considering يبقى غير المعنى يبقى الاثنين مش ايكوال. كلام جميل جدا جدا جدا. طب يا ريس دي هنا independent ودي هنا independent وحط period correct rule number 3 independent period independent. طب في دي جاب independent وعمل سيمي كولن وجاب dependent لان considering is not a verb. Considering is A is a gerund. يبقى لما أقول له independent semicolon dependent ما فيش rule بتقول لي independent semicolon dependent it's wrong rule. يبقى the answer is A is C. أقول تاني؟ حد فاهم حاجة يا شباب؟ يا شبابنا فاهم يا مستر فهمي. هذه sentence هي بتقول is the tomato grows subject to verb بس عندي complete thought correct. ممكن بس the tomato grows around the world فهذه برضو sentence. The tomato grows in many shapes برضو sentence. مفيش أي مشكلة. أهم حاجة ده complete thought وفهمه مش كده؟ كلام جميل أوي. بيجي سهل خالص. بقول لك لما يجي لي pronoun as a subject ما عنديش مشكلة. يعني مش عشان قال لي زي ما قلت لك من شويه قال لي هي از تبقى دي ديبندنت زي ما الناس فاهمه او فراجمنت غلط. انا بقول لك ات جروز عادي ما انا فاهمها ات جروز. اهم حاجه انا فاهم ان ات دي عايده على ايه من الباسج او من الباراجراف على التوميتو عايده عليه على التوميتو يبقى دي ات جروز از كوريكت. تمام كده؟ دي بقى حته مهمه جدا 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 دي اللي الطلبه بتتلخبط فيها. لما اقول لك many of them او most of them دي independent يعني sentence. تاني قلت لك many of them او most of them دي اسمها independent او sentence. طب لو قلت لك many of which او most of whom دي اسمها dependent اسمها fragment. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. أقول تاني يا شباب. يا شبابنا. لا تمام يا مستر. تمام كده؟ ماشي. طيب. ركز معايا في الحتة دي. هنا قال لي the tomato is used by cooks around the world. أنا فهمت كده الطماطم بتستخدم بوصل الطباخين في العالم كله، صح كده؟ around the world. sentence اسمها independent.
عمل كومة وقال لي most of them believe. دي اسمها ايه most of them believe؟ دي خد بالك ممكن يقول لي most of them believing بقت dependent. لقينا بقى قال لي most of them believe بقت complete thought بقت sentence بقت independent بقت wrong comma incorrect. ليه دي wrong comma؟ يعني ما عنديش rule في الانجليش بتقول لي independent comma independent. دي اسمها comma splice. فهنا غلطة comma splice يعني error of law يعني غلطة comma. الكومة هنا غلط. كان مفروض يشيل الكومة دي ويحط period أو يشيل الكومة دي ويحط semicolon أو يشيل الكومة دي ويحط أو يحط يسيب الكومة ويحط بعديها fan boys يقول لي for and but yet so صح كده؟ تبع لإيه؟ للmeaning بتاع second sentence ماشي كده؟ طب أو يسيب الكومة بس يجيب بعديها dependent أو fragment عشان rule number 2 بتقول لي إيه؟ لأن خدناها من شوية independent comma dependent. أقول تاني يا شباب يا تمام مستر تمام. طبعا دي الادفيربس دي حاجه اساسيه slow slowly again consequently further more meanwhile حاجات سهله طبعا كلها عارفينها يعني. طب لما اقول لك now لازم احط بعديها كومه في بدايه السنتنس مظبوط كده. دي حاجة مهمة جدا جدا قلنا دي حاجة اسمها non essential clauses ودي ان شاء الله احنا هناخدها بالتفصيل في درس لوحدها برضو لان في حاجة اسمها non essential وفي حاجة اسمها essential ودي مهمة جدا 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 في اي امتحان دبلومة امريكية سواء كان act او act او set. ربنا يسألك ده امتحان الاكت تاني عشان بصعر واحد زي لما يقول لي the tomato ده subject يقول لي اقول ايه ده اسمه subject عمل كومة وقال لي which is one of the most popular salad ingredients كومة انا بدأ بكومة وقفل بكومة correct هقول له the tomato grows دي اسمها non essential. طبعا ده بقى ناخد باب التفصيل ممكن يشيل الكومة دي ويحط داش يبقى داش داش ممكن يحط bracket وهكذا. هنا برضو قالوا إذا تميت الكومة however كومة correct في منتصف السنتنس تمام. الأباز طبعا هو زي برضو dependent بقول له a popular salad ingredients كومة the tomato grows in many shapes and varieties in greenhouses around the world مش كده؟ تمام. يعني طبعا صعبة شوية وطبعا دي ما بتجيش في التست كتير يعني مش كتير بتاع الليست مش عايز ارد دماغك بيها. خد بالك برضو يا شباب الراجل لما بيبدا السنتنس خد بالك حاجة مهمة جدا 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 لان لما جت أول مرة في امتحان الاس اي تي في مايو 2018 نورث أمريكا كل الطلبة حلتها غلط. مدرسين بيحفظوا الطلبة يعني لما السنتنس تبدا بجيرند تبقى السنتنس دي ديبندنت فراجمنت مش شرط ممكن بعد كده كده طبعا 90% كوريكت لكن ممكن الراجل يبدا السنتنس بجيرند اللي هو الاي ان جي ويجيب بعديها فيرب زي ما عمل في امتحان مايو 2018 نورث امريكا كويشن نمبر 2 قال لي ترانسفورمينج فالناس كلها ما كملتش قال لي ترانسفورمينج يبقى جيرند تبقى ديبندنت غلط وبعد كده قال لي هاز جاب لي مين فيرب بقت اندبندنت بقت سنتنس. فهنا بيقول لي originating in South America مش عارف ايه هي دي اسمها fragment. حد هنا عمل كومة لازم اجيب independent لان rule number one بتقول لي ايه dependent comma independent. طبعا الراجل هنا لما يتكلم بيقول لي being في sentence لما يقول لي the tomato being grown طبعا ده احنا بنسميها ايه؟ بنسميها فراجمنت خد بالك لما اقول لك بين كده لوحدها على طول من غير ما تفكر دي فراجمنت. وبرده في ناس بتقول لك بينج على طول غلط بينج غلط بصفه كبيره قوي 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 انما ساعات بينج بتيجي كوريكت امتحانات كتير بينج جت كوريكت ليه بقى دي؟ لما تحل امتحانات معايا فاهمها لك عشان دي قصه كبيره قوي ماشي كده؟ تاني هتروح لاي مدرس يقول لك اول ما تلقى بينج دي انكوريكت ليه يا ريس؟ يقول لك اقعد يبقى بقى لك كده. طب يا عم هي بينج ما ينفعش تيجي كوريكت يقول لك اه الموضوع يقول لك كده
لا يا ريس ينفع طبعا دي كوريكت، وزي ما قلت لك لما نحل الامتحانات مع بعضينا هنشوف الكلام ده ان شاء الله. ادي يا ريس الفان بويز انت بس عليه، ادي الفان بويز ايه، اف فور فور، اي فور اند، ان فور نور، بي فور بات، او فور اور، واي فور يت، اس فور سو. واحنا كنا واخدين رول من شويه بيقول لك ايه، independent comma اللي هي رول نمبر 5، independent comma fan boys independent. ادي يا ريت هنا اللي هي other common subordinating conjunctions اللي هي common conjunctions المشهوره جدا في الاس اي تي والاي سي تي، after although as because before despite if since though unless until when whenever whereas whether while. حاجات دي اول ما تلاقيها في sentence دي غالبا بتكون ايه، بتكون fragment dependent. اي although tomatoes have been cultivated since the first millennium BC. قال لي دي لازم تكون fragment لان انا ما فهمتش حاجه، بالرغم ان الطماطم كذا كذا. طب وبعدين انا عايز بقى sentence ثانيه عشان تفهمها لي، they did not become popular. يبقى اي dependent عشان افهمها لازم اجيب بعديها كوما واجيب بعديها another independent sentence. هنا بيقول لي since becoming central ingredient كذا كذا وعمل كوما اهي وجايب لي independent بقيت sentence. طبعا دي برضه حاجه لسه زي ما شويه البيريود والسيمي كولون والكوما فان بويز الكوما ازم بلس كورنيتنج فان بويز كونجنكشن. فانا بقول لي البيريود ايكوال السيمي كولون زي ما قلنا اهي. tomatoes are used in many different types of cooking. الطماطم بنستخدمها في انواع كثيره من الاكل. farmers around the world grow them in both fields and greenhouses. والناس بقى المزارعين بيزرعوها فين؟ في الحقول وفي الجرين هاوسز. دي independent ودي independent لازم احط بينهم period او اشيل البيريد واحط السيمي كولون، يبقى الاثنين ايكوال. هنا بيقول لي ذا توميدو، ركز معايا عشان دي بقى مشكله كبيره قوي 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 قوي. مدرسين بيحفظوا الطلبه ان هاويفر بتيجي بتوين تو تي كوماز، الكلام طبعا ده مش صحيح. هاويفر بتيجي بتوين تو كوماز لما بتيجي بعد السبجكت او في منتصف السنتنس، يعني لما تيجي بعد السبجكت احطها بتوين تو كوماز. ركز معايا كل شباب، مركز معايا في المعلومه دي عشان المدرسين بيقولوا كلام غلط في الحته دي مهمه جدا. ها يا شبابنا حجاجنا مستر، مش المفروض بتيجي قبليها سيمي كولن؟ مش كولا، مش مفروض ومش مفروض، مفروض طبعا للسنتنس اللي قبلها واللي بعدها. يعني هنا الراجل بيقول لي ذا توميدو از وان اوف ذا موست بوبولار سالاد انجريدينتس، سنتنس دي اندبندنت يا مواد. وقال لي هاويفر وعمل كوما قبليها، قال لي اتس اكشلي ا فروت، الطماطم دي اصلا فاكهه. حلو كده يا ريس، هنا دي لازم الكوما تكون غلط لان دي اسمها كوما سبلايس. جاب لي اندبندنت وجاب لي اندبندنت وعمل كومبايننج بينهم بكوما كوما سبلايس. ايه مشكله هاويفر هنا؟ ان المدرسين بيقولوا الطلبه هاويفر بتيجي بتوين تو كوماز. يا عم دي مش رول اصلا، هاويفر بتوين تو كوماز لما تيجي بعد السبجكت او ان ذا ميدل اوف ذا سنتنس. حد فاهم الحته دي يا شباب؟ ولا اقولها تاني؟ حته مهمه جدا يا حجاجنا. يا رب تمام يا مستر. طيب هنا يا ريس، هنا جاب لي اندبندنت وهنا جاب لي اندبندنت. رول نمبر 4 بتقول لي ايه؟ اندبندنت سيمي كولن اندبندنت. طب رول نمبر 3 بتقول لي ايه؟ اندبندنت بيريد اندبندنت. سهل خالص اهو. عايزك بقى تحل لي السؤال ده، اتفضل شوف مين اللي هيحل السؤال ده صح. اتفضل يا ريس قول، يلا فكر كده وطبق السيفن رولز. طب بس اول خمسه، ان السكس وسيفن دي لسه قدام شويه في ايه؟ في طابق 11.
طيب مواد جاوبت ايه؟ فين يا عم الحاج عبد الرحمن خايز انسى قال انسى اس بي فين المعلم سيف رياض معلم سيف فين؟ طيب تعال نحل مع بعضينا هنا. انا لما اقول له تشينج اعمل ايه؟ هقرا من اول سنتنس هنا عشان اشوف دي اندبندنت ولا ديبندنت. قال لي دوم سيرز هاف جلوملي بريدكتد ذات انكريزنج بوبوليشنز وود اكزوست ذير فود بوب ذير فود سبلايز صح كده؟ قال لي دي كده اندبندنت. قال لي in only few decades بدأ sentence جديدة وما حطش أي punctuation حط الكوم بعد الادفيرب بس كان لازم هنا أحط punctuation وبدأ sentence جديدة يبقى إيه غلط ودي غلط يعني ما جاش بعد السنتنس وعمل punctuation لما أقول لك in a few decades لازم ببدأ sentence جديدة لازم أعمل punctuation أظبط السنتنس بالظبط صح كده؟ معاك حاجة طبعا هتنقط يعني معايا كده؟ طب جه قال لي in a few decades وعمل كوما بعد الادفرب وعمل كوما بعد الادفرب دي هنا period ودي هنا ايه دي period دي ولا سيمي كولن مش واخد بالي دي ايه؟ period دي كولن اظن يا مستر مش سيمي كولن كولن كوما؟ اه لا تبقى دي غلط يبقى الانسر از بي يا ريس تمام كده؟ دي ودي كوما اه صح دي فعلا كوما صح برافو عليك دي ايه؟ دي كوما فعلا ننظم الشبكه كويس يبقى الانسر از ايه؟ از سي از بي اسف الانسر از ايه؟ از بي اندبندنت بيريد اندبندنت سيف رياض والدكتورة مواد فاهمين حاجة؟ اه فاهمة تمام اه يا مستر يلا نخش على اللي بعدها يا ريس عشان نحل ونبقى رجالة ونقف وقفة رجالة طبعا لسه واخديني من شوية بص ركز معايا ادي اندبندنت اهي tomatoes are used in many different types of cooking قال لي اند ادم دي اندبندنت ودي اندبندنت كان لازم يحط كوما هنا حط الكوما اهي يبقى دي كوريكت ودي اسمران اون سنتنس ما حطش كوما لا ما ينفعش احط بيريد قبل اند بحط ولا احط سيمي كولن قبل اند الا في الليترتشر او بعمل ليستنج بالسيمي كولن ودي بتيجي في امتحان الاس الاي اس تي امتحان الاي اس تي ودي لما نجي لما اشرحها معاكم ان شاء الله واحنا بنحل امتحانات ان شاء الله دي واحدة كده although this construction is technically incorrect it is generally considered acceptable when used for occasional stylistic effect for that reason correct answers to rhetoric style not grammar questions could plausibly begin with fanboys conjunctions اه تمام صح بس دي حاجة في literature في rhetoric يلا يا ريس حلي بقى السؤال ده بقى اهو وطبعا هقول قدامك للاسف الشديد انا بقول هنا if you grow tomatoes to sell at a market يا ريس بيقول لي اف دي اي دي سب اوردر بقول لك لو هتزرع التوميتوز دي عشان تبيعها دي ايه اسمها ديبندنت اي ديبندنت سنتنس لازم اجيب بعديها كوما اي ديبندنت لازم اجيب بعديها كوما رول نمبر 1 يبقى لازم اشيل السيمي كولن واشيل البيريد واشيل الكوما فان بويز انسر از اي
لو انا حافظ الرولز احل بمجرد النظر. حد فاهم دي يا شباب؟ اه يا مستر. تمام. حل بقى شوف مين اللي يحل السؤال ده صح. ده سؤال بيجي في امتحان الاكت. طب عبد الرحمن خالد اول واحد جاوب اهو. طبعا خد بالكوا دي رول نمبر 7. يعني طبعا في مدرسين كلهم بيقولوش الرول دي. ليه؟ المدرسين بيدوا رول داش دي ايه؟ يقول لك داش داش اللي هي نون اسينشال. طب هي الداش ليها انذر يوز في الانجلش؟ اه. ليه بقى؟ في اكسبلينيشن. حلو قوي. تعالى نحل السؤال ده معاكم. كلكم جاوبتوا السؤال ده غلط لان كلكم ما قريتوش الهيدلاين. هل في حد فيكم قبل ما انا اكمل يطلعني غلطان ويقول لي ان هو قرا الهيدلاين هنا؟ لا مستر ما قريتش الصراحه. يبقى هقول لك بقى على سر من اسرار الدبلومه الامريكيه، بس السر ده ما يطلعش لاي مخلوق. توعدوني ان السر ده ما يطلعش لاي مخلوق؟ تمام يا مستر. ايه مشكله الدبلومه الامريكيه؟ كلمه واحده بس. عارف هي؟ جمله واحده. ان الطالب ما بيقراش، بس كده. ده ملخص الدبلومه الامريكيه يا حاج. ما بيقراش خالص. ما بيقراش نهائي. Which of the following would not be unacceptable. خد بالك كده كلمه not هنا لما بيجي لك في التيست بيجي لك دايما لما يقول لك not او accept لازم يجيبها لك bold وكابيتال. لازم not. يعني عايز حاجه بيقول لك not acceptable alternative. ما ينفعش تكون بديل مقبول، يعني عايز حاجه غلط. تبقى بي صح؟ تبقى بي. دي رول نمبر 7 دي اندبندنت داش اندبندنت. ايه ده؟ هي في رول بتقول لي اندبندنت داش اندبندنت. انت قلت لي يا عم من شويه في رول نمبر 7 اندبندنت داش ليستنج او اكسبلينيشن. يا ريس ما هو هنا السكند سنتنس اكسبلينز الفيرست سنتنس. يبقى دي بعمل اكسبلينيشن باندبندنت وممكن اعملها اكسبلينيشن بديبندنت وممكن اعمل اكسبلينيشن بايه؟ بديفينيشن بوان وورد. يبقى ايه الغلط هنا؟ ان اجيب رونج جرامر. طب ليه هنا اي از نوت كوريكت انسر؟ لانها وود بي ان اكسبتبل الترناتيف. ممكن تكون بديل. يعني دي اندبندنت بيريد اندبندنت رول نمبر 3. طب وليه سي هي انكوريكت هنا؟ لان دي اندبندنت سيمي كولن اندبندنت رول نمبر 4. طب ليه دي is not alternative؟ لان دي independent comma fan boys independent rule number 5. يبقى الانسر is B. لان دي independent ودي independent وجايب بينهم comma ودي اسمها comma splice. يبقى ما ينفعش دي تكون correct answer. يبقى دي would not be an acceptable alternative. في حد يا شباب مش فاهم دي؟ ها؟ حد فاهم؟ طب خش يا ريس، ده سؤال سهل جدا جدا جدا. عايز بقى وانت بتحل يكون بقى حفظت الرول وفهمت تحل ازاي. يا عبد الرحمن يا اخي انت بتقول لي بي ازاي اقول له سيمي كولن اند؟ انا بعمل سنتنس وفان بويز وان رول نمبر 5 بتقول لي اندبندنت كوما فان بويز. ما بتقوليش ان طبعا ينفع احط السيمي كولن قبل الفان بويز لو بعمل اندبندنت سنتنس. وكان اختك مريم بعت لي السؤال ده في امتحان ديسمبر 2020 الاكت كويستشن نمبر 21 الانسر كانت بي. طيب هنا سيف رياض بيقول لي انسر از اي. يا عم ده دي اندبندنت ودي اندبندنت ورابط بينهم بكوما. ما فيش بتقول كده اصلا، اسمها كوما سبلايس.
answer must be D. يعني دي independent ودي dependent. عمل كومة. Rule number two. Eliminating hand gestures to focus on the feet as a primary source of movement. يبقى independent, comma dependent. Rule, يبقى answer is D. حد فاهم؟ برضو هي نفس السؤال برضو دي. طيب عشان بقى انا هسيبكم بقى هنا عشان ايه انا صدعت جبنا عايز بس ريح شويه وانتوا كمان بالتاكيد تبقى خدنا النهارده معلومات كتيره جدا. ده عندك هوم ورك اهو يا شباب. يبقى انت عندك الهوم ورك في الريدنج هتحضر بس الايه توبيك 5 اللي هو الخاص بالسيم مينينج وذ ديفرنت ووردز. وعندك هنا بقى تحل الاكسرسايزز دي اللي هي بيج 92 لحد اخرها كده. وعندك الانسرز يا مواد 244. والمره الجايه ان شاء الله بنبدا الرايدنج هنبدا بناخد الاسئله دي ونشتغل عليها لان الطالب اللي مش هيسالني فيها يبقى طالب بيهزر وما بيذاكرش. قدامك فرصه تذاكر اهو لحد ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم الساعه الخامسه عصرا. النهارده ايه؟ النهارده الثلاث يا بابي. يوم السبت القادم ان شاء الله الساعه الخامسه عصرا بتوقيت القاهره. تمام كده يا شباب؟ تمام. في اي اسئله قبل ما امشي؟ لا لا شكرا. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.